والله كان متبقي كام حرف كده في الهيروغليفية ما كنتش لاقيه لهم مثال، زي الكاف والره والسين والنون. تبقى الإسكندر. الإسكندر الأكبر لما جه لمصر المصريين ما حاربوش، بالعكس استقبلوه بالورود لأنه حررهم من بطش الرومان. ورغم ان الاسكندر مات صغير الا ان في العالم كان حوالي 20 مدينة متسمية حرفيا على اسمه، واهمهم واشهرهم في العالم القديم كانت اسكندرية مصر لاسباب كتير، من اهمها مكتبة اسكندرية. ودلوقتي هنشوف خرطوش الاسكندر. يلا بينا. ده اسم الاسكندر. هنا ده ألف، ده اللي هو طائر العقاب، ودي اللام ألك ألك، دي اللام دي أسد. الكاف، الكاف دي ما هي إلا سلة من الخوص بأذن واحدة، يعني سلة من ليها ماسكة واحدة، وشبهها شوية باللغة الإنجليزية حرف القاف. القاف هنا في مثال عليه اللي هو قب أو قب، ودي معناها ينثر، فهنا دي القاف ودي الباء. وبالمرة بالمرة هناخد كمان حرف الجيم اللي هو عبارة عن حمالة زير، يعني الزير لما يعني في حاجة كده بنحطها بنحط الزير فوقيها، هي دي بقى حمالة الزير اللي خدت شكل أو اللي بتعبر عن حرف الجيم. في بقى مثال عليها اللي هي جب، مرة بالdeterminative ده أو بالمحدد ده هي بتعني اسم إله الأرض اللي هو جب، ومرة تانية بالشكل ده هي بتعني وزن. وبعدين دلوقتي كده ألف لام كاف، ودي سين بشكلها القديم، ودي ألف أو اللي هي الألف اللي تحتها همزة، ألكسند ألكسن، دي النون دي عبارة عن موجة مية، ادي النون اللي هي عبارة عن موجة مية. في بقى الميم اللي هي عبارة عن بومة، في كلمة بتعبر عنها اللي هي مع، مع مع دي يعني في يد أو في حوزة، زي مع اللي هي بنستخدمها في اللغة العربية. ألكسن درس، ألكسن د د ده حرف الدال، وده العلامة بتاعته اللي هي اليد. حرف الدال ده احنا خدناه مع حرف الجيم المعطشة لانهم شبه بعض في الانجليزية، هو على شكل يد. فهنا ألكسن د د ريس، دي الشكل ده حرف الري اللي هو عبارة عن فم الانسان، فم الانسان كان حرف الري في الهيروغليفية، فهي ألكسندرس ألكسندرس. خلصت حلقة النهاردة وخلصت حلقات الهيروغليفية، باقي بس حلقة هنشرح فيها ازاي الحروف الصعبة كانت بتترسم، لان في حد طلب الحلقة دي. استنوا كمان حلقة هنشرح فيها ليه امير المؤمنين بعت رسالة الى كلب الروم، وايه علاقة ده بلعنة الفراعنة.